بئر الشيطان أو الشاهد الصامت، كان وما يزال شاهدا على إعدام 8 شهداء في العام 1957-1900 ألقت بهم قوات الاحتلال في هذه المنطقة المسماة بئر جنب ببلدية بوقادير بشلف. والبئر هذا كانت تجيب يعني الأحياء من الأحياء من الثوار، ورماتهم حيين في البئر هذا. ومن بوقادير كاين عيسى السرندي وعبد الرحمن بنو، ويحكوا في حكايه يعني واحد كان من بعيد شاف باللي هذا عبد الرحمن السرندي كي جاوا يقتلوا بويو، يعني شبك في العسكري، جاوا قيسوا بويو شبك في العسكري والدمع عسكري. والبير هذا ماشي عيسى السرندي اللي ميتي وبنو، كانوا يجيبوا من الجهات يعني بوقادير ومن جهات اخرى يرموا يعني الثوار في البئر هذا. في هذه البئر شهداء وعائلات بأكملها جاء بهم أحياء غير أموات، فدفنوا بلا جنازة وبلا قبر يحتويهم في واحدة من صور العدوانية والهمجية لفرنسا الاستثمارية. هذا البئر في عهد فرنسا يسموه بئر جنب، ولكن اليوم في عهد الجمهورية الجزائرية يسموه بئر التاريخ. هما في وقت الاستعمار واحد كي يحكموا عليه بالموت يجيبوه لهنا، سواء مسلح ولا شعبي، يقيسوه هنا ويروحوا ما يقتلوه ولا يقيسوه ويروحوا يخلوه حي. نطلب من السلطات المحلية لبلدية بوقادير أن تهتم بهذا الموقع، وأن تشكل لجنة لتصنف هذا الموقع كشاهد حي على الجرائم الاستثمار الفرنسي. في كل شبر من أرض الجزائر الحبيبة موقعة تاريخية تحكي بشاعة فرنسا الاستعمارية وبسالة أبطال الثورة التحريرية ومن ماتوا على العهد والوفاء للوطن.